مستمرين في الفرحة، فرحة الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، البطولة رقم 9 في تاريخ النادي الأهلي، واللقب اللي كان مستنيه كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. لسه الأهداف مستمرة ولسه الطموحات ما بتخلص عند اللاعبين وعند الجهاز الفني وعند المسؤولين وعند الجمهور كمان قبلهم، ومقبلين على تحديات غاية في الأهمية، سواء بطولة كاس مصر أو حتى السوبر الأفريقي، وكمان كاس العالم الأندية إن شاء الله في شهر 2 المقبل في مطلع هذا الشهر. فبالتالي كلنا موجودين وبندعم النادي الأهلي وهنفضل ورا النادي الأهلي عشان كل الأهداف بإذن الله تتحقق. عايز أجدد المباركة لكل جماهير النادي الأهلي، ألف مليون مبروك بهذا الفوز والانتصار الرائع واللقب المميز والأغلى عند كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. بالتالي بما أننا بنتكلم على جمهور النادي الأهلي، فخلينا على طول نروح نشوف ردود أفعال الجماهير في مختلف المحافظات بعد فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا. نشوف. فرحة كبيرة أكيد، مش بس في اللقطات اللي احنا شفناها، لا في كل حتة في الدنيا من جمهور النادي الأهلي اللي انبسط وفرح امبارح بفوز فريقه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وكمان لسه عنده أهداف كتير جدا هيفضل ورا الفرقة من خلالها عشان تتحقق بإذن الله تعالى، وتفضل الفرحة على وجوه جماهير النادي الأهلي في كل مكان. ألف مليون تريليون مبروك لكل الأهلاوية ولشعب النادي الأهلي. دي كمان كانت حلقتنا النهاردة من الترند، حلقة خاصة جدا وهي حلقة الاحتفال باللقب التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا، واحتفلنا وانبسطنا، وإن شاء الله بإذن الله تفضل الاحتفالات موجودة من خلال البطولات المنتظرة كمان خلال الفترة المقبلة. ومن بكرة بقى يتم التركيز في ما هو قادم، ويتم التركيز في مختلف التحديات المقبلة بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي. وبكرة كمان حلقة جديدة من الترند نتابع فيها كل الجديد. إلى اللقاء.